للأسف أنه في حالة استمرار مجلس النواب في التلاعب والمماطلة لابد من وجود بدائل، لابد من فرض بدائل، والبدائل موجودة ولا تخالف الإعلان الدستوري. مثل أعضاء الهيئة أنهم طرحوا بعضها يعني. ما هي هذه البدائل سيدة نادية؟ هل ستطرحون أنتم بأنفسكم؟ هذه إحنا مش من ابتداعنا إحنا، لكن هي من التجارب الدستورية المقارنة. من هذه البدائل أن يقوم المجلس الرئاسي مثلا باعتباره ممثل الآن للسلطة التنفيذية بأن يصدر قانون الاستفتاء بمرسوم، أو أن تجتمع الهيئة في جلسة وتحيل القانون المشروع الدستور للمفوضية العليا للانتخابات لمباشرة طرحه للاستفتاء. لماذا؟ لان احنا نقول ونأكد انه لا داعي لوجود قانون استفتاء، لان المفاصل الدستوريه الحاكمه للعمليه الاستفتائيه منصوص عليها في الاعلان الدستوري، انه هو التصويت يكون بنعم او لا، والتصويت يكون او تمرير المشروع يكون بثلثي المقترعين من الاصوات الصحيحه من الشعب الليبي، وفي حاله ان تم رفض المشروع يعود الى الهيئه تنقحه وتعيده للعرض على الطرح اعلان استفتاء لمده بعد مرور 30 يوم. فما الحاجة لوجود قانون استفتاء بهذه الطريقة؟ لا يوجد داعي لأن يصدر. طيب لماذا لم تختصر الهيئة الهيئة الطريق من الأول وطرحت المسودة عن طريق مفوضية الانتخابات مباشرة للاستفتاء، خاصة وأنكم بالنظر إلى المسائل القانونية أنتم الوحيدون الذين تتمتعون بالشرعية، لأنكم أتيتم عن طريق انتخابات شعبية مباشرة، وحتى بعض الطعون لدى المحاكم ردت لأنكم لا تتبعون سلطة القضاء باعتباركم منتخبين. نعم، ألا يحملكم هذا جزء من المسؤولية أيضا؟ فقط دستوري الهيئات التأسيسية هي التي تؤسس للسلطات الثلاثة هي التنفيذية والقضائية والتشريعية، ولا يمكن أن تخضع لها. لكن الهيئة لم تتصدى لموضوع الاستفتاء رغبة منها في عدم زيادة الانقسام، لأن مجلس النواب موجود في برقة، وكان رغبة الهيئة التأسيسية أن تسير الأمور بسلاسة ويتم طرح المشروع للاستفتاء. لكن بعد المماطلات والواضح ان مجلس النواب لا ينوي البتة اصدار قانون الاستفتاء، فلذلك الهيئه اظهرت موضوع هذا البدائل واخذت فتره هذا الموضوع. لكن اريد ان اؤكد على نقطه، انه لا يمكن الهيئه ان تتصدى الان لهذا الموضوع دون وجود توافق محلي ودولي على هذه المبادره.